السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ ان شاء الله نتكلم النهاردة معاكم على حاجة غريبة جدا سمعتها النهاردة من الشيخ كشك، اللي هي ان انت مثلا لو انسرق منك حاجة كان المفروض حاجة كويسة جدا ممكن ايه نعرف بيها ان لا قدر الله لو حد جاي انسرق من حد من سرق من عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امسك حرامي، هتمسك الحرامي ازاي؟ هقول لك. لما تنام بالليل، وتحلم ان قطة داخلة عليك، وانت نايم، تيجي تقول لنا الصبح ان قطة دخلت علينا، نعمل ايه؟ نأمنك. وانت برضك تعرف ان رؤية القطة في الليل وانت نايم في المنام ان في حاجة هتنسرق من عندك، انت بقى يا اللي انسرق من عندك حاجة. انت شفت القطة ولا ما شفتهاش؟ شفتها اكيد اكيد، انت شفت القطة دي من الرؤية، ان انت لو شفت قطة داخل عليك بالليل دي بيبقى دليل ان في حاجة هتنسرق من عندك. طيب ربنا يخلف عليك ويعوضك ان شاء الله باذن واحد، ويعوضك ان شاء الله. بس انت خلي بالك، يعني مثلا لما تشوف الرؤية دي او تشوف في المنام القطة تيجي تقول لنا، او تقول لي مثلا، تأمن نفسك ونأمنك ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تضحكش يا حبيبنا، انا عارفك ان انت هتضحك على الفيديو ده، بس ما تضحكش. السلام عليكم. ما تنساش الاشتراك في القناة اوعى.